الماتش الذي لا زال صامدا مع دفاع امام هجوم برشلونه. كره تبعد على مرتين، خلصها سواريز بالخطا، استعادها الان ميسي، يحاول ميسي يمر يلعب كوره جول، هدف اول للبرصة. مين غير ميسي؟ نعم مر من المدافعين، المهارة العالية، القدرة الفائقة، الموهبة الكبيرة لليو، حل لهجوم البرسا، هو الحل للبرسا. مهما كان الدفاع، مهما كان تماسك المدافعين، مهما كانت قوة المدافعين، اللمسة الجميلة من بوسكيتس، مر من هنا، سددها هنا بين خمسة لاعبين كلهم أمام ميسي، ثم بوهلة بلمسة بمهارة قال انظروا يا رفاق إلى مرماكم، الكرة تعانق شباككم أمام ميسي. لا يوجد مستحيل مهما كانت قوة المدافعين. هدف لبرشلونة، يصل ليو للهدف الأول. سيلعب منير الحدادي بجانب ليونيل ميسي في هجوم برشلونة، وكرة طويلة باتجاه منير، خطيرة في مكان خطير، حدادي جميلة، حدادي هنا بدأت أمجادي، هدف للنجم المغربي. الله يا منير، نعم أول مباراة رسمية، أول هدف بأول لمسة جميلة من جانب منير، البرصة هدفين، انتي لا شيء، التوقيع لأول مرة عن طريق نجم عربي، أول هدف للاعب عربي مع برشلونة، جميلة الكرة، منير بلمسة ساحرة، الله يا ولد، استغلال جميل جدا، راكي يلعب الكرة، الدفاع بهفوة، ومنير مثل ما فعل ميسي مع أول أهدافه بعد تمريرة رونالدينيو، تكررت اللقطة، تكررت اللمسة، تغير التاريخ لكن البرسا ثابت، تغيرت التواريخ لكن نجوم البرسا ثابتين. لا تسمع من الألقاب ولا من الفنون الكروية، وتريد دائما المزيد. كرة باتجاه ليو، تمريرة لكنها بالخطأ، يصعدها ميسي في مكان خطير، محاصر يامور، يلعب كرة، سحر ينتثر مرة أخرى. الله يا ميسي، تشعر أنه لا يوجد أمام أحد. شوف اللقطة أمام ميسي، الكرة من داني، أربع إلى خمسة مدافعين كلهم عينهم على ميسي وعينه على مرماهم، عينهم على ميسي وعينه على مرماهم، بين أربع وخمسة مدافعين هم لا شيء، هو كل شيء، وبرشلونة تقدم كل شيء، بل أن ميسي لا يزال يريد الكثير ولا يزال عند الكثير. جميلة هذه لقطة، شفتها مرة واثنتين، عشرات ومئات المرات من ليو، جميلة جداً.